ما في أمانة العاصمة صنعاء فقد نظمت مدارس مديرية السابعين الحكومية والأهلية وقفة احتجاجية ضد العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا واستنكارا لخروقات العدوان ومرتزقته للهدنة. الصمود الشعبي مستمر حتى وقف العدوان والحصار الجائرين على بلادنا. وفي هذا الإطار نظمت المدارس الحكومية والأهلية بمنطقة 70 أمانة العاصمة وقفة احتجاجية ضد العدوان السعودي الأمريكي واستنكارا لخروقات العدوان ومرتزقته للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة. هذه الوقفة جاءت اليوم هي مساندة للأبناء الشعب اليمني الذي يعاني من العدوان السعودي، ليس من اليوم أو من الأمس، وإنما منذ أكثر من 62 عام المملكة السعودية تمارس إرهابا اقتصاديا، تمارس عدوانا إنسانيا، تمارس عدوانا عسكريا على هذا الشعب اليمني. تجسد هذا العدوان منذ قيام الثورة، ثورة 26 من سبتمبر حتى اليوم، تجسد كما قلت لك بالضربات الجوية التي تقوم بها قوة السعودية اليوم. ها هو العام الثاني من عمر العدوان الهمجي السعوصي الأمريكي، يستهل شهره الأول ملقيا بكل ثقله من عتاد وعدة، باحثا عن أي مكسب يتحقق له أو ثغرة تخرق بها جدار صمودنا العظيم والأسطوري، ولكن دون أن يظفر بطائل أي طائل، وهيهات له ذلك. ومثلما يقف المعلم صامدا في وجه العدوان السعودي الأمريكي، المعلمات كذلك يؤكدن صمودهن ووقوفهن جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في وجه تحالف العدوان السعوصي الأمريكي. نؤكد بل نقطع ونجزم في وقفتنا هذا أن من يقتل الشعب اليمني ويدمر مقدرات بلادنا هي أمريكا بأيدي المرتزقة العرب وأموال النظام المردخاي المستكبر. شعبنا صامد، لن يركع، لن يذل، لن يخضع، وسنبقى صامدين مهما واجهتنا التحديات، ولا بد من استمرار الصمود ونبذ الخلافات والاصطفاف ولم الشمل في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم. رسالتي أولا إلى أهل اليمن أن يكونوا يدا واحدة، تمام، وأن يتركوا أن يتركوا التفرقة اللي بينهم، لأن هي سبب ضعفنا، ومن أجل أن يكون الانتصار قريبا لابد أن يكون يدا واحدة ضد العدوان، وهو ليس عدوان على أفراد معين، إنما هو عدوان على اليمن بصفة عامة. تقريبا حوالي 50 دولة، وإحنا معانا اليمن ومعانا أرحم الراحمين، وبنقول نبلغهم رسالة، هم لا يريدون السلام ونحن لا نريد الاستسلام. طلاب مدارس منطقة 70 كان لهم حضورهم في الوقفة الاحتجاجية ووجهوا رسائل صمود بطريقتهم وبلغتهم. نريد أن نقول لآل سعود، كيف ستفعلون؟ كيف ستعملون مع ناس يحبون الموت، يحبون القتل كما تحبون الحياة؟ كيف ستصنعون؟ أتهددوننا بالقتل؟ نحن جاهزون أن نقتل، أن نستشهد في سبيل الله. رفعت رأسي شامخة فضربت بقرن شيطاني، سقطت على وجهي باكية محطمة الكيان، فحين نهضت وجدت نفسي أسيرة بين القضبان، وطائرات سخط تحلق باسم العدوان، ترميني وتحرق فتمزقني كما يمزق زهر الأقحوان، اقتحمت جسدي كاقتحام شيطان على بستاني. نحن التربويون المنطقة التعليمية الأولى لمديرية 70 نؤكد في وقوفنا هذا على الآتي: استمرارنا في أداء واجبنا في تعليم أبنائنا وبناتنا في جميع المدارس مهما استمر العدوان ومهما طالت مدته، التأكيد على ضرورة رفع الحصار المفروض على بلادنا وإيقاف كل مظاهر العدوان من قبل التحالف السعودي الأمريكي الصهيوني كشرط أساسي قبل الدخول في أي مفاوضات أو حوارات مع القوى العدوان. بيان الوقفة الاحتجاجية تضمن أيضا الإعلان عن تسيير قافلة غذائية مقدمة من المنطقة التعليمية الأولى بمديرية 70 أمانة العاصمة، دعما ومساندة لأبطال الجيش واللجان في مختلف جبهات العز والكرامة. لقناة اليمن الفضائية، أيوب حميان، صنعاء.